السلام عليكم. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن أول محاضرة في الهيباتولوجي ليفر ديزيزز. ودايما حضرتك تعود نفسك إن في كل التخصصات الصغيرة هيماتولوجي هيباتولوجي روماتولوجي انفكشوس ديس اوردر نيفرولوجي لابد إن يكون البداية اسكيم اسمه انفستيجيشن لهذه الأمراض. يعني أنا هتكلم عن إيه النهاردة؟ أول محاضرة في الهيباتولوجي اسمها Investigation for Liver Disease. For Liver Disease. طيب بص يا دكتور، لما تسألني هو ليه أنا ببدأ بالموضوع ده، عشان أجاوبك إنك تحل الـ MCQ من غير ما تذاكر قوي. يعني أنا مثلا مستواي نص نص في المذاكرة، وقرأت الـ Investigation كويس، هل من الانفستيجيشن اقدر احل المسائل؟ الاجابه ايوه. طيب تعال نبدا في الموضوع على طول. شوف يا دكتور، مريض الليفر ديزيز بيمر بثلاث مراحل وقدامه ثلاث اختيارات. يعني ايه الكلام ده؟ الانفستيجيشن اللي انا اقولها، لان امراض الهيباتولوجي سته، ثلاث مراحل وثلاث اختيارات. يعني ايه اقول لك؟ المريض بيدخل في اول ما بيجي لك العيادة مريض اكيوت هيباتايتس، يتلوها بعد شوية يجي لك اصبح كرونيك، بعديها ليفر سيروزس. طيب اختيارات يعني ايه؟ يعني مريض الهيباتولوجي وانت في النظر بتذاكر قدامه ثلاثة من حاجة من ثلاث حاجات هيموت بيهم. طب ما ترسم كده وتسهلها. الليفر عبارة عن يا دكتور هيباتوسايت ماشي بينها تراكت كده، التراكت ده فيه ارتري وفين والبيليري سيستم، يبقى الشخص ده هيموت من ايه؟ يا اما الخلايا دي تموت، يسموها ليفر سيل فيلير، يسموها سيلولار دي كومبنسيشن. شاطر. اتنين، يا اما فاسكولار دي كومبنسيشن، ما يسمى باسم البورتال هايبرتنشن. والتالتة، إن مشاكل هذه الأمراض يطلع زعزوعة في الليفر، يسموها كده هيباتو سيلولار كارسينوما. يبقى بادئ ذي بدء أمراض الهيباتولوجي ستة، يمر المريض بثلاث مراحل وهيموت بحاجة من ثلاثة. يعني الطالب اللي بيلقط الكلام بسرعة يعمل جدول من ستة ايتمز، هيقارن ما بين الاكيوت هيباتيتس والكرونيك والسيروزس والليفر سيل فيلير والبورتال هايبرتنشن والهيباتوسيلر كارسينوم. طيب نبدا بقى بموضوع البدايه اللي هو الانفستيجيشن. لما يجي لي احدى الامراض السته في الامتحان يا دكتور، هعمل انفستيجيشن ازاي؟ هتعمل انفستيجيشن بعنوانين يا دكتور، حاجة اسمها اطمن على الليفر، تحت عنوان من بعيد لبعيد اطمن علي، اسمها ليفر فانكشن تيست. وبعدين راديولوجي، وبعدين ابحث عن السبب. يبقى ثلاث عناوين في الانفستيجيشن. طب عنوان المحاضرة النهاردة هو الليفر فانكشن تيست. بص يا دكتور، النظام والاسكيم يخلي نسبة الخطأ في الامتحان قليلة. بمعنى ازاي اعمل انفستيجيشن لمريض عنده اكيوت هيباتايتس او كرونيك او سيروزس او الثلاثة اللي هم النهايات؟ قول له بص يا دكتور، ستة كل اتنين مع بعض.
أول اتنين يا دكتور، أول اتنين في غاية الأهمية، أول اتنين في غاية الأهمية. بسأل نفسي سؤال، يا ترى المريض فعلا عنده ايتس، يعني انفلاميشن في الليفر سيلز، سواء كان اكيوت هيباتيتس او كرونيك هيباتيتس او انفلاميشن على مستوى السيروزس؟ اتنين، اسال نفسي يا ترى الانفلامد ليفر ده اكيوت ولا كرونيك؟ وبعدين اطمن على البيليروبين والالكالاين فوسفاتيز، وهقول لك ليه دول مع بعض. يبقى ريجاردليس السؤال وانت بتقرا في المساله، قول له انا هطمن على الانفستيجيشن الاول، هقدر اجاوب منها يا ترى السؤال ولا لا. اسال نفسي اول سؤال، يا ترى خلايا الليفر ملتهبه؟ طب دي اعرفها ازاي؟ ان الهيباتوسايت جواها عيال صغيره اسمهم ليفر انزيمز، اللي هم مين يا دكتور؟ الـ AST والـ ALT. فأنت بتكتب للمريض أو بتدور في المسألة دول أخبارهم إيه؟ لما يكون فيه هيباتيتس مرتفعين، لكن المسائل هنتكلم ده إحنا لسه بنحط الإسكيم. طب يا ترى المشكلة اللي عملت هيباتيتس أو انفلامد ليفر سيل، هل هذه المشكله اكيوت ولا كرونيك؟ اطلب حاجتين يا دكتور، بروثرومبين تايم والبومين. دايما في الحالات الكرونيك يا دكتور البروثرومبين يطول والالبومين يقل، لكن في الاكيوت غالبا تلاقي البروثرومبين تايم يطول شويه لكن القلب من از نورمال، برضه لسه اسكيم. هسألك سؤال يا دكتور، ان وظائف الليفر ثلاثة، لو رسمت الليفر كده بيعمل اب تيك لاي مادة، اب تيك ثم كونجيجيشن يعني بيطبخ المادة دي كويس، وبعدين يعمل لها اكسكريشن. بالله عليك من حياتنا العامة كده اسهل حاجه في حياه الانسان ايه؟ هي الاكسكريشن، وكذلك اسهل حاجه في حياه الليفر هي الاكسكريشن. مين بقى مهم للاكسكريتوري فانكشن؟ انك تطلب البيلروبين والالكالاين فوسفاتيز. وتخلي بالك يا دكتور بقى ان الالكالاين فوسفاتيز ده اكتب جنبه كده ابن من ابناء البيليري تراكت. يبقى تاني الاسكيم بقى قبل ما ادخل في الشرح، ست نقاط يا دكتور بحل بيهم الام سي كيو. اقول لنفسي ايه؟ يا ترى المريض عنده انفليمد ليفر سيلز، ويا ترى الانفلاميشن ده اكيوت ولا كرونيك، ثم اطمن على الابناء اللي هم الاكسكريتوري فانكشن. تعال ناخد اول بقى القصيده، انك تطمن ان فيه هيباتيتس يعني انفليمد ليفر سيلز، يعني في ايفيدنس يا دكتور لهباتو سيلر دامج. فانت بتطلب مين يا دكتور؟ بتطلب الاي اس تي والاي ال تي، رقم اتنين عشان نكون فاكرين، اطمن اكيوت ولا كرونيك، فاطلب بروثرومبين تايم والبومين. ثلاثة، اطمن على الاكسكريتوري فانكشن، بيلي روبن مهم ده. اتنين يا دكتور، الكلاين فوسفاتيز، الك فوس. واحده واحده كده بقى. بص يا دكتور، بص يا سيدي، بادئ ذي بد، لما يكون المريض عنده انفليمد ليفر سيلز تلاقي الحبايب دول عاليين، امال فين التكات بقى؟ قال لك بص يا دكتور، رقم واحد
بتبص على النسب، يعني الـ AST مرتفع بنسبة ارتفاع الـ ALT ولا لأ؟ طب ما تديني أمثلة. لما ألاقي في المسألة إن الـ AST يا دكتور إلى الـ ALT نسبة 2:1، يبقى الـ MCQ الراجل ده مزاجنجي، الكحوليك ليفر ديزيز، بكتبها لك بالعربي اهو. طب رقم 2 يا دكتور، رقم 2 لقيتهم الاثنين مرتفعين بالالاف يا دكتور، اجري بسرعة. على مين؟ على مين يا دكتور؟ رقم 1 اوتو اميون هيباتايتس، 2 بط كياري سندروم، الكلام ده كله هتشرح بعدين. شوك ديليفر، باراسيتامول توكسيسيتي، اكيوت فايرال انفكشن. شوف انا كتبت مين يا دكتور بقى. لما ترتفع نسبة الاي اس تي والاي ال تي بالالاف، دور على الاثنين دول، مهمين جدا جدا جدا. خد اللي بعدها بقى. لو لقيت يا دكتور ايزوليتد اي اس تي اليفيشن لوحده كده، ده مهم بقى، لان الدكتور يسالك سؤال بسيط جدا، يقول لك يا دكتور وايه الفرق ما بين الاي اس تي والاي ال تي؟ قول له الاي ال تي ده ولد حمايل لا يخرج الا من الليفر، انه اب للليفر فقط. مركز كويس؟ امال الاي اس تي ده بيطلع منين؟ قال لك من الليفر ومن اماكن اخرى، من الليفر ومن اماكن اخرى. ايه اماكن اخرى دي؟ ايه الاماكن الاخرى يعني؟ كاردياك، سكيليتال ماسلز، ومكتوب من الكدني، لكن ركز في دول يا دكتور. فلما تلاقيه ايزوليتد دور على كاردياك ديزيز او سكيليتال ماسل ديزيز، ملوش دعوه بالهيباتولوجي ده. اقول تاني، اثبت ان المريض في اول معلومه عنده انفليمد ليفر، بدور على الاي اس تي والاي ال تي. اول نقطه في الام سي كيو، مين مور سبيسيفيك للليفر انجري؟ هو الاي ال تي، لان الاي اس تي يا دكتور له مصادر اخرى. النقطه الثانيه يا دكتور يا شاطر، لما يرتفعوا بنفس النسبه ده انفلامد ليفر، بس ساعات من النسب تقدر تجيب الايتيولوجي، بمعنى الـ AST للـ ALT 2:1 ده بوينت، تقول لك خلي بالك ان ده غالبا الكهوليك ليفر ديزيز. النقطة الثانية، مرتفعين بالآلاف يا دكتور، اوتو ميون هيباتايتس، بات كاري سندروم، اكيوت فايرال هيباتايتس، شوك ليفر، باراسيتامول توكسيسيتي. لكن لما المساله فيها ايزوليتد اي اس تي بس، قول له لا، ده الاي اس تي ده ليه اماكن اخرى، قد يكون جاي من السكيليتال ماسل يا دكتور، جاي من الكاردياك ماسل. طيب نروح للمعلومه الثانيه بقى، يا ترى المشكله دي اكيوت ولا كرونيك يا دكتور؟ اطلب البروثرومبين تايم والالبومين. معروف ان الليفر مصنع للكواجليشن فاكتورز، والبي تي ده مهم عشان الاكسترنسك باث واي، فلما يطول معناه ان الليفر فيه مشكله، معناه ان الليفر فيه مشكله. طب النورمال كام؟ من 12 ل 14 سكند. النسبه الطبيعيه ان يكون الكونسنتريشن 100%، مش مهم الكلام ده عليك، لكن المهم ايه بقى يا دكتور؟ لما يطول البروثرومبين تايم، في سؤال الامتحان ان ده ليفر سيل ديزيز او
اوبستراكتيف جوندس. ليه بقى يا دكتور؟ لان الفيتامين كي مهم 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 عشان نبني كواجوليشن فاكتورز. فلو واحد عنده اوبستراكتيف جوندس ليس هناك امتصاص للفيتامين كي، فالبروثرومبين تايم يطول. تاني، بروثرومبين تايم يطول امتى؟ في ليفر سيل ديزيز سواء اكيوت او كرونيك. يطول في مين تاني؟ في الاوبستراكتيف جوندس. يوم يسالك سؤال تفرق بينهم ازاي؟ قول له ندي انجكتابل فيتامين كي، حقنه فيتامين كي، ونقيس البروثرومبين تايم. والله لو اتظبط يبقى ده كان اوبستراكشن، ما اتظبطش يبقى المصنع خربان. نروح للي بعدها يا دكتور بقى، الالبومين. معروف يا دكتور ان الليفر هو مصنع الالبومين، والالبومين بيعيش كام يوم؟ 21 يوم. هنا السؤال بقى، امراض الليفر خصوصا يا دكتور الكرونيك ليفر ديزيز بتعمل هايبو البومينيميا. مفيش حاجه في الامتحان يقول لك اسباب انكريزد البومين، كلها ديكريزد. ها شاطر. يبقى لما يجي لك سؤال الالبومين قليل انت غالبا كرونيك ليفر ديزيز، طب تعرف اسباب اخرى؟ قول له اه. الاسباب السهله بقى، ليس هناك امتصاص، مال ابسوربشن، او المصنع خربان زي ليفر سيل ديزيز، او المصفى مخرومه، الناس اللي عندهم نيفروتيك سيندروم. لكن حضرتك انا عارف انك عارف الكلام ده كويس جدا جدا جدا. امال الطالب الشاطر بقى بيدور على ايه؟ ساعات المساله يا دكتور او في حياتك العمليه انت بتطلب التوتال بروتين وطلبت الالبومين، فتقول ماينس الالبومين. لو طلع مور ذان 4 يا دكتور في المساله 4 جرام، معناته ان التوتال بروتين ده عالي. اه. يوم يسالك بقى ايه اللي يزود الجاب دي؟ يقول له يبقى في اكيد مصنع تاني بيصنع بروتينز غالبا في صوره اميونوجلوبولينز. طب ما ريحنا بقى، ريحنا. سبسز يا دكتور اول سبب. اثنين، ال HIV والهيباتيتس سي والاوتو ميون ديزيز لوبس ومش عارف ايه والمالتيبل مايلوما. اقولهم تاني؟ تاني. الالبومين يا دكتور لما يكون نازل اسبابه ثلاثة، يا مال ابسوربشن سندروم، يا الليفر بايظ، يا اما المصفى مخرومه. بما اننا بنتكلم على هيباتولوجي يبقى كرونيك ليفر ديزيز. الطالب الشاطر يا دكتور، الطالب الشاطر الممتاز لما تلاقي في المساله توتال بروتين اطرح منه الالبومين. لان انا عايز يوجهك ان السبب بعيد عن مشاكل الليفر غالبا، زي سبسس، اتش اي في، اوتو اميون ديزيز، مالتيبل مايلوم. اخر حاجه بقى يا دكتور، نروح للناس المفروض يتعاملوا باللون الاخضر عشان دول قصه البيليري تراكت. خليك معايا يا دكتور بقى. المساله الاولى انك تلاقي مريض عنده elevated alkaline phosphatase. بس للاسف الشديد يا دكتور الالكالاين فوسفاتيز ده ممكن يجي من اماكن اخرى زي البون، زي البلاسينتا، زي من الليوكوسايت، او من الليفر. افرق بينهم ازاي في المساله؟ قال لك تشوف حاجه اسمها الجي جي تي يا دكتور. ده انزيم بيطلع من البيليري تراكت اسمه الجاما جي تي. لو لقيته عالي مع الالكالين فوسفاتيز فانت بتتكلم على بيليري سيستم. لكن لو لقيت الالكالين فوسفاتيز لوحده بس عالي
والجي جي تي يا دكتور نورمال، يبقى غالبا ده بون ديزيز. خد المعلومة التانية، طلعوا انزيم تاني يخليك تحلف بالله ان الالكالاين فوسفاتيز العالي ده هو ابن من ابناء الليفر، اللي هو مين يا دكتور؟ اسمه الفايف نيوكليتيديز انزيم. يبقى تاني يا دكتور الالكالاين فوسفاتيز بيطلع منين يا حبيبي؟ قول له بيطلع من الليفر ومن اماكن اخرى. تفرق بينهم ازاي؟ قول له لو الكالين فوسفاتيز لوحده عالي غالبا ملوش علاقه بالليفر، لكن عايز احلف بالله ان هو طالع من الليفر اشوف الجاما جي تي. لو الجاما جي تي او الفايف نيوكليتيز انزيم عاليين يبقى ده غالبا ليفر ديزيز او مشكله في البيلي ريتراكت وليس بون ديزيز. نروح للبلروبين يا دكتور. البلروبين ده مهم جدا جدا جدا. انت عندك كم نوع من البلروبين؟ واحد اسمه اندايركت بلروبين والتاني اسمه دايركت بيليروبين يا دكتور. ده بيزيد في حالات الهيموليسيس وده بيزيد في حالات الاوبستراكتيف جوندس. لكن هي الامور سهله كده؟ لا طبعا الامور ما هي سهله كده. امال ايه بقى الموضوع في مسائلك او انت كراجل ممتاز في الامتحان؟ في مساله في غايه الاهميه، لو انت شفت في المساله الاندايركت بيليروبين عالي المفروض بشوف وبحلف بالله ان ده ايه؟ هيموليسز. شاطر. طيب افرض يا دكتور بقى لقيت الاندايركت بيليروبين عالي ولقيت مفيش بارامتر للهيموليسز، يعني الريتيكولوسيتيك كاونت نورمال، ال LDH نورمال، يبقى المشكلة في الابتيك اوف ذا ليفر يا دكتور. واخد بالك؟ ده اسم سندروم مؤجل بعد شوية. خد المسألة الثانية، خد المسألة الثانية. الاندايركت بلروبين عالي وليس هناك هيموليسيز، فانت بتتكلم على diminished uptake. الكلام ده مهم جدا جدا، وده مسألة وهقولها لحضرتك. طب رقم اتنين، لقيت الدايركت بلروبين عالي يا دكتور، تسأل نفسك سؤال، المسألة المريض بيهرش ولا لأ؟ انا بعلقك بقى في الاثنين دول عشان مهمين في الام سي كيو. خلاصه محاضره اليوم، امراض الليفر سته، ثلاث محطات وثلاث نهايات، اكيوت هيباتايتس، كرونيك هيباتايتس، سيروزس، يموت من ثلاثه، ليفر سيل فيلير، بورتال هايبرتنشن، هيباتو سيل كارسينوم. الانفستيجيشن مهم جدا، لابوراتوري انفستيجيشن ليفر فانكشن تيست، ستة كل اتنين مع بعض، اثبت ان في انفليمد ليفر، اي اس تي وال تي عاليين، النسب مهمة لحل المسائل. اتنين، اكيوت ولا كرونيك، علاقة البروثرومبين تايم بالالبومين، والمسألة الشهيرة في البروثرومبين تايم ده اوبستراكتيف جوندس ولا ليفر سيل ديزيز، تغذي المريض فيتامين كي وتشوف البروثرومبين تايم بيتصلح ولا لا. الالبومين يقل في امراض ليس هناك امتصاص، المصنع خربان، المصفه مخرومه. طب ما انت عارف الكلام ده، لكن لما تلاقي توتال بروتين في المساله اطرح منه الالبومين عشان هتلاقي سبب تاني بره الليفر. بيليروبين يا دكتور دايركت واندايركت، يهمنا الدايركت في حالات الابستراكتيف جوندس. شاطر. لكن المساله بيهرش ولا مش بيهرش؟ خلي بالك عشان ده سندرومز.
indirect bilirubin عالي هيموليسز. طب لو لقيت indirect bilirubin عالي وليس هناك هيموليسز يبقى سندروم يا دكتور الكلاين فوسفاتيز، قد يكون من الليفر او من بره الليفر. عشان تتاكد انه من الليفر اطرب اثنين معاه، جاما جي تي والفايف نيوكليوتيدز انزايم. شكرا، ونلتقي في اول محاضره اكيوت هيباتايتس.